ورشة عمل لكتابة مدونة السلوك والورش التدريبية، التعاقد البيداغوجي والديكاتيكي داخل برنامج تدريبي. وتلاحظون الزملاء الآن يقومون بعملية إعداد اتفاقية التدريب. تشمل اتفاقية التدريب الضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها من كل من المدرب والمدرب، وكيفية بناء هذا العقد التشاركي ما بين المدرب والمدربين. تلاحظون الزملاء الآن في هذه الورشة العمل، نحن الآن في دورة تدريب مدربين النسخة الدفعة 173 التي يقدمها الدكتور محمد العامري حاليا في الرياض. وتلاحظون أن ورشة عمل لكتابة هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية هامة جدا في تحديد معالم العلاقة ما بين المدرب والمتدرب. تعتبر هذه الاتفاقية ضوابط لعملية ممارسة التواصل ما بين المدرب والمدربين. دورة من جهة إلى جهة غير الالتزام بوقت الاستراحة حتى مع المتدربين. تحديد الالتزام هو محدد، بس الالتزام لأنه هو قد حدد أصلا. صحيح. الساعات يطول شوي. أولا يوضع على الصامت في القاعة، اثنين الرد.